السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الأبل ووتش سيريز 7، أحدث ساعة من شركة أبل، كما سنتعرف على السعر الرسمي الذي تنزل به. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح الساعة، أول ما نجده هو هذا الغطاء الذي نجد فيه مجموعة المانوالز، الكتب الخاصة بالسيريز 7. هذه هي، بعدها نجد كيبل الشحن الذي يأتينا من نوع USB Type-C، ومن الجهة الأخرى ماجنتيك ليلتصق بظهر الساعة. وهذه هي الأبل ووتش سيريز 7. لمن فاته فيديو المراجعة الكاملة للأبل ووتش سيريز 7 حول المواصفات وكل الأشياء، ستجدون فيديو كامل على القناة. فإذا كنت مهتم بالسيريز 7، أكثر تفاصيل ستجدها في ذلك الفيديو. أما هنا أصدقائي، فعلا التصميم غاية في الروعة، حجم الساعة أكبر مع حواف أقل وشاشة أفضل بكثير من الأجيال السابقة. بالنسبة لبقية محتويات العلبة، نجد فقط هذا أستراب المصنوع من الألومنيوم، يأتينا أيضا مع ماجنتيك. هذه هي كل محتويات علبة الأبل ووتش سيريز 7. بالنسبة أصدقائي إلى السعر الرسمي الذي تنزل به، هو $399 مع النسخة الأقل، ليصل سعر السيريز 7 إلى $749 مع أعلى نسخة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. كانت هذه محتويات علبة السيريز 7 والسعر الرسمي الذي تنزل به. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. في ختام الفيديو، لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.